ذكروا علي عبادة، نشكر الله تبارك وتعالى في هذا الصباح الذي تعطر بذكر علي سلام الله تعالى عليه. مشاهدينا الأكارم، نتوقف إن شاء الله في انطلاقتنا الأولى في خبر الصباح ومن العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه خاص من ممثل المرجعية المتولي الشيخ الكربلائي بعلاج المكون الأيزيدي، بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه الحسينية المقدسة. إذن حي الله هذه الجهود المباركة، ووفق الله سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكل من اليوم يعمل الخير لوجه الله تعالى. طبعا خطوة جميلة وخطوة مباركة من لدن المتولي الشرعي الشيخ الكربلائي دام عزه بهذه الالتفاتة الأبوية، الالتفاتة الأخوية للمكون الأيزيدي، وهذا يدل على أن اليوم الشعب العراقي شعب واحد بجميع أطيافه وبجميع طوائفه، وهذه اللحمة العراقية موجودة فينا. فبارك الله وبالتوفيق إن شاء الله لكل هذه الجهود الخيرة.